معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان سيد حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك. إذا مع تقرير مجموعة الأزمات الدولية الذي تحدث في أن الاحتجاجات الشعبية في العراق هي أكبر من سابقاتها، كيف ترى مستقبل هذه التظاهرات؟ أهلا ومرحبا بك وشكرا على الاتصال، ومساء الخير لمشاهديك وللأخت التميمي اللي دائما صوتها بالحق يفضح وعالي. نعم، الحقيقة يعني الأزمة في العراق مستفحلة، وأنا لا أعتقد أن الحكومة أو النظام السياسي برمته قادر على معالجة الأزمات التي استفحلت خلال 15 عاما. وهذه الأزمة، وإذا هناك محاولات تسكين يعني تخدير للموقف وتقديم وعود، الحكومة عاجزة عن تنفيذها. الأزمة في العراق، أس الأزمة في العراق هو أزمة سياسية بالأصل. ما معنى أزمة سياسية؟ معنى أزمة سياسية أن النظام السياسي في العراق أسس لكي لا يكون العراق بلدا يعني ناهضا يعاود بناء نفسه وتنمية نفسه، عشان هيك سنت كل القوانين بما يضمن أن هذا البلد يبقى ضعيفا فقيرا مستباحا للقاصي والداني. ما لم تعالج المشكل السياسي في الأصل، وليست مشكلة اللي منعبر عنها يوميا بالمحاصصة وغير محاصصة، هذه مظاهر الأزمة وليست الأزمة. الأزمة الحقيقية في العراق أن البلد فاقد لإرادته، فاقد لسيادته، فاقد لثرواته. طيب التظاهرات الآن سيد حسين خرجت مدفوعة بالغضب من الأوضاع الاقتصادية والخدمات الضرورية المنعدمة بسبب فساد الأحزاب، ماذا تملك حكومة العبادي الآن من حلول ووعود؟ أنا تحدثت لك أن النظام السياسي في أزمة عميقة لا يستطيع حلها لا العبادي ولا البرلمان ولا المرجعية ولا أي أحد. هم وصلوا إلى حائط مسدود، وأنا يعني أدعو الله صباح مساء أن يرحم هذا العراق المبتلى، يعني لأنه هاي أولا الناس لن تستطيع الصبر إلى ما لا نهاية وهي ترى مستقبلها مظلم يزداد سوءا. ثم هذه العصابات التي تحكم بعد 9/4 هي محمية بوضع إقليمي ودولي، بمعنى هذا المتظاهر العراقي اللي دينزل للشارع ده يتظاهر ضد سلطة وقوة إقليمية وقوة دولية. يعني اليوم لأول مرة إرادة العراقيين تنزل للشارع في محاولة لاسترداد بعض حقوقهم البسيطة. صحيح ده يعبرون عنها بالمي والكهرباء كما ذكرت الأخت التميمي، وده تقول ماكو شعب بالعالم ده يطلب هذه المطالب لأنها صارت وراء ظهر الناس. أنا أقولها أكثر من هيك، وظائف، حرية العمل، كل هذه التفاصيل في بلدان غنية مثل العراق أكيد كلها خلف ظهرنا لازم. بل قد تغيرت نوعا ما حتى مطالب المتظاهرين التي بدأت تتوجه البعض منها إلى العملية السياسية برمتها، كيف تنظر إلى هذا التغيير النوعي الآن؟ نعم، واضح أن هناك وعي في الشارع فطري شعبوي. يعني أنت عندما تستمع لشعارات المتظاهرين واضح أنه فيها عمق، واضح أنه الناس بدأت تفتهم أين مشكلتهم، ما هي أزمة النظام. المشكلة في أس النظام السياسي الذي أسس لبلد لينهب ليدمر ليبقى غير مستقر محترب، تثار فيه نزعات جانبية هنا وهناك، ليست هي أس المشكلة الرئيسية. نعم. طيب هل تعتقد أن الحلول التي وصفها برلمانيون بالتخديرية قد تقوم بها الحكومة ستخدع هؤلاء المتظاهرين؟ أخي الكريم، يعني البرلمان جزء من الأزمة وليس جزء من الحل. نعم. الأحزاب والقوى السياسية الممسكة بمفاصل الدولة من البصرة ليزاحوا هي جزء من الأزمة وليست جزء من الحل. حتى لو نجحت اليوم في إرضاء المتظاهرين ببعض المكاسب أو بعض الوعود أو خشية هؤلاء ألا ينزلق بلدهم إلى ما لا تحمد عقباه، قد هذا الوعي اللي في الشارع قد يؤجل الأزمة، قد يؤجل الانتفاضة. لكن أنا دا أقول لك الأزمة مستعصية في العراق ولا حل لها.
لا حل لها إلا بإعادة النظر جذريا في النظام السياسي. هذا النظام السياسي اليوم لو عندنا نظام سياسي وقادة سياسيين محليين وطنيين يبحثون عن مصالح بلد، يبحثون عن مصالح بلدهم، لاستثمروا المظاهرات في مواجهة الأمريكي، واستثمروها في مواجهة الشركات الاحتكارية التي استولت على النفط، استثمروها في مواجهة الإيراني، استثمروها في مواجهة التركي، نعم أرعب دول الخليج. نعم المظاهرات اليوم هي ورقة لأي وطني، هي وسيلة لأي وطني ليستعيد العراق بها عافيته. نعم سيد حسين العليان، إذن من عمان هاتفيا الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.